يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك السفن فيه بأمره بإذنه ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها أي خلق ذلك لمنافعكم جميعا تأكيد منه حال أي سخرها كائنة منه تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فيها فيؤمنون. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد كين اندرنو الله تبارك وتعالى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم إن الله سبحانه وتعالى تكتني وي الله الذي سخر لكم البحر التي ندعوه كنكو أنوني إلتني أن مايو كنكوني إلتني أن مايو مانا نديم دوم تدام لتاهن ودام لفوتا بوتي من فم دنو مانا تدام لتاكن دام تو دام أوليس دام كومي جيكي بدانو جهدورو كومي جيكي بدانو جهدورون كن جوني هنده إلتكو مايو غورو wat gongo hande wodo wodani hande e komeje noggado mago komeje noggado mago kan ju wari ilam tufana de wari halki himbe fu anna cendo inna lamma tangalma hamalnaku fil jariya idan alla cendo kanko elti mayo di tajriyal fulka gam komeje nogga sufna kobe fi her kobe ar mayo go di amrihi be dungayere mako bi ni be dungayere mako wali tabtahu gam dabiton
بتجارة فيلو من فضله موت رماكو ولا ألكم حقيقة ورن بيتشكرونا ونجتم موت ألا تنيرو وسخر لكم ألا تنيرو فنكو إلتنيون ما في السماوات كونها أسمانجي من شمس الناجي وقمر الليو ونجوم إكودي وما إن إنديا وغيري إتنمورو وما في الأرض كونها لز من دابة دباجي وشجر إليت ونبات إفنق وأنهار إتوفي وغيرها إتنمان أي خلق ذلك الذي ينتقل فيه لمنافكم نفتر ديمورا وإنت من جميع النفو تأكيد منه دي غير ماكو أي حال أي سخرها وإنت كجده كائنة منه تعالى دلتك دي غير ماكو إن في ذلك أن بلوار نوم آيات نوم آيات اللي قوم نيم بي تفكرون نومان بي فيها هرماجي هركو جريرو فيؤمنون بنبئنا للذين آمنوا يكفر للذين لا يرجون يخافون أيام الله وقائه أي اكفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم ليجزي أي الله وفي قراءة بالنون قوما بما كانوا يكسبون من الكفر للكفار أذاهم من عمل صالحا فلنفسه عمل ومن أصاف عليها أصاء ثم إلى ربكم ترجعون تسيرون ويجازي المسلم والمسيء نعم الله تبارك وتعالى قل بي للذين بين آمنوا نؤمن به يغفروا بنجافوا للذين بين لا يرجون بتماك بكلتا لا يخافون بكلتا أيام الله نلوم الجعل تنيرو أي وقع يوكانو جباكو أي أغفروا جافوا للكفار يفر به ما وقع منهم كوكير من الأذى ترى لكم إرمورون يوم جلاليني يهذا قبل الأمر الجهادي وكم ديك ألا تن أمرايمو وحابة بيهنده يفر بيهدو لو واتش واتش مونغا بوي جافو بي يافي يافي هفر بي بي جافي دي دي هون دي هان دولي يافي بو بانا كونغول كونان دي من اما برهوري كونان دي من هكي جمو دي كان جم كم يافتاكي كان جم كم يافتاكي ليجزيا اما اللي تلو ورجو اي الله وفي قراءات بنون من ليجزيا كو من ينبي بما كانوا بيكو بلاتي يكسبون بفقوتو من الغفري يافا قول الكفار هفر بي ازاهم ترمات بي نعم من عميل صالحا كومو يكودي بوتي فلنفسه عملا هو رمود مهواني ومن أساء كومو يهلني فعليها أساء دو يمكن ماكو هلني ثم إلى ربكم هوتي أجومرا ومورون ترجعون لورتورون تسيرون جوت فيجازي ورجو المسلم وإندو والمسيح كلندو نعم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم به بين الناس والنبوة لموسى وهارون منهم ورزقناهم من الطيبات الحلالات كالمن والسلوى وفضلناه على العالمين عالم زمانهم العقلاء وآتيناهم بينات من الأمر أمر الدين من الحرام والحلال وبئسة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فما اختلفوا في بئسته إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي لبغي حدث بينهم حسدا له إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله تبارك وتعالى ولقد آتينا حقيقة من دك بني إسرائيل بني إسرائيل الكتاب دفتر التوراة والحكم به هي تراغون بين الناس يقولون به والنبوة النباكو من موسى النبي موسى وهارون منهم يكون بني إسرائيل المغوري ورزقناهم من نسك من الطيبات شنيدي على حلالات حلال جك المن والسلوى وفضلناهم من قرني على العالمين أي عالمي قل بزمانهم زمان وقع الأقلاء هكربه وآتيناهم من نقطة بينات وانقرم من الأمر فيه أي أمر الدين في دين من الحلال حلال والحرام هرم وبيثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إهند نلقوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فما اختلفوا بالوراء في بيثة نلقى النبي جكو كيدو إلا من بعد ما جاءهم العلم سيبا وأن الورن به بغيا بينهم هلين هكون أي لبغيا هلين حدث بينهم هكون حوالي هكون ما به حسدا له غم ونين قمو إن ربك أن جوما يغضي يهيتر بينهم هكون يوم القيامة نين درغل فيما كانوا فيه كبيرت هرمون يختلفون بالورة ثم جعلناك يا محمد على شريعة طريقة من الأمر أمر الدين فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في عبادة غير الله إنهم لن يغنوا يدفعوا عنك من الله من عذابه شيئا وإن الظالمين الكافرين
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين المؤمنين الله تبارك وتعالى ثم جعلناك من قدما يا محمد على شريعة دو شريعة طريقة لا والمن الأمر في أي أمر الدين فاتبئها تفكها لشريعك ولا تتبئت تتفكها هواء قداره الذين بين لا يعلمون بأن في عبادة غير الله روبة الله إنهم كم ببه لم يغنوا أنك بتماك نفقما يدفعوا أنك بتماك ينقوا من الله ألا شنوا من أذابي ينقدمون شيئا هون وإن الظالمين أنكوني بكوئمهم بعضهم أولياء بعض يوغا مبئيدا يوغا مبئيدا ولئن يوغا يد يوغا والله ألا شنيدو ولي المتقين كنكوني كتنيدو هندي فل بألا المؤمنين مؤمنين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القرآن بصائر للناس معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بالبعث أم بمعنى حمزة الإنكار حسب الذين اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء خبر محياهم ومماتهم مبتدا ومعروف والجملة بدل من الكافر والضميران للكفار والمعنى أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين لئن بئسنا لنؤنى من الخير مثل ما تؤنون قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك وما مصدرية أي بئس حكما حكمهم هذا الله تبارك وتعالى هذا القرآن القرآن لديه بصائر بصيراج للناس ينبه معالما على موجه يتبصرون بها بنجير بمن في الأحكام كتاج والهدود أكيري وهودا لكندا ورحمة لهن لقوم ينبي يوغنون يككنا بالباس أمغل أم وي أم دو بمعنى حمزة الإنكار بمعنى حمزة الإنكار حمزة الإنكار بو ننكم أم المنقضية أم المنقضية بو تقدر تارة ببل أما دو يا كفر قدر ببل التي للإضراب وهمزة نعم وهمزة الإنكار وتارة ببل فقط وتارة بهمزة الإنكار فقط إذن أما دو ورا معنى تدي يا كفر كم
amman hojire to amman ta'ata angol nangol jukangol kono hojire be bal bal man don holla hande do ila go hala man hutitana god ka fere ya ke fere bo e am do wara mana man bal tan ya ke fere bo am do wara bi mana hamzatul inkar tan a hergo amman don mari hande hamzatul inkar e don mari hande do ila go bo am hasibal ladina charahu sayya yeli kayib kanni be ni hande faggitibe ittasabu faggitibe asayyati kalludi al kufra kayfira ku wal maasi ya jadde be ngikanni an najalahum min gadabe kal ladina amanu banabe nubinbe wa amilu salihati ku kude bodena sawaw khabar fotanni ma yahum gurnam mabbe ha dunya wa mamatuhum maide mabbe mubtada wa mafuhun wal jumlatu badalu min al kaf na'am والضميران للكفار والمعنى معنى من أحسب يلك بهتكني أن نجعلهم من قلب في الآخرة على آخرة في خير من خير كالمؤمنين بن مؤمنين أي في رغد من الأيس هين هانغورنم مساوي فتن لأيش مغورنم في الدنيا ها دنيا حيث قالوا وقت يبين للمؤمنين مؤمنين يبينهم لئن بوزنا تنمتنا من جنة درنغل لنوضى من دكة من الخير خير مثل ما أطوتون بنا دكة هيدون قال تعالى أن تشلوي ألا يفك دو كفة إنكاره جنكر كما أكدو مأبو الحمزة همزارن ساء هل ما يحكمون أكب إكيفتو أي ليس الأمر في لتاك كذلك بنا يبيني فهم كم به في الآخرة يا الآخرة في الأزاب ها ينقر على خلاف قروت أي شيء مقرن في الدنيا ها الدنيا والمؤمن والمؤمن وفي الآخرة يا الآخرة في الثواب ها برجاري لعملهم يكوب وهوب ومأسالها تكون بوده في الدنيا ها الدنيا من الصلاة جلده والزكاة زكاة والصيام صومه وغير ذلك اتنا ايدو ديدي اوي وما مصدريه ما دو سواء ما هي ساء ما يحكمون يعني ساء ما يحكمون اي بئس حكما حكمهم هذا اذا ما من ب فيل والجر والباو منفو اول نيد ورتري معنى مصدر هو ما من مصدريه نعم وخلق الله السماوات وخلق الأرض بالحق متعلق بخلق ليدل على وحدانيته وقدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يظلمون أفرأيت أخبرني من اتخذ إلهه هواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن وأضله الله على علم منه تعالى أي عالما بأنه من أهل الدلالة قبل خلقه وختم على سمعه وقلبه فلم يسمع الهدى ولم يعقله وجعل على بصره غشاوة ظلمة فلم يبصر الهدى ويقدر هنا المقول الثاني لرأيت فمن يهديه من بعد الله أي بعد إضلاله إياه أي لا يهتدي أفلا تذكرون تتعظون فيه إنغام إحدى التعين في الزال الله تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض التي لو كان قد أسمان جي وخلق وتجي الأرض يزي بالحق بيقوغا متخلق مانا وتجدهم ليدل لكم هلا على قدرتي باور ماكو وحدانيتي غوتي ماكو ولتجزى مورجي كل نفس كلا نفسه بما كسبت بكم فج من المعاصي جد والطاعات الوارجي تبنيكم فلا يساوى فونتاك الكافر كافر المؤمن مؤمن يجو وهم الهارمة كم بي لا يظلمون بتونتاك أفرأيت هبري يمنا أخبرني هبري يمني من اتخذ إلهه هواه onni tokkido de weteedum jidaade murum ay ma yahwahu ko yiridum min hajarin hayre baada hajarin bayo hayre yarahu yitani ahsana burata woggo kadido isawari hasira yimbe makka bi meedon no hande ngurto makka be ko akae kae haram be jogobe jabe don dewa kaere to be ngi hayre on neurne woddo be cakkina neero go e ko to wonne fere cakkina neero idan to weteero go gidaade murum wa adallahu allah allati lumajjinimo على علم منه تعالى دو أن الله دو أن بأن آل من أيو أندو بأنه قدو مجنادو من أهل الضلالة بمجره قبل خلقه دو أن تقايمو
وختم على جن ودي على سمه نندماكو وقلبه برنماكو فلم يسمع الهدى ونناي كلدا ولم يعقله فأماي كندكا وجعل على جن ودي على بصري دو قدماكو بشاوة قدتي ظلمة نبري فلم يبصر ويايا الهدى كندا ويقدر ويهدر المفعول الثاني برأيته أيهتدي أورو هنديتنا فمن يهدي ميهن دون من بعد الله وأولى شنو أي بعض إلا له إياه وأولى شنو مجنمو أي لا يهتدي وهندي تاكو أفلا تتذكرون أو أفلا تتذكرون يليك أول شفتر تانا تتعزون فيه غاز وترن حرقول وألوم فيه إدغام وحدة التاعين في الذات نعم تتذكرون أي منكر البعث ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا أن يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوه ولا يهلك وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول من علم إن ما هم إلا يظنون وإذا تلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث بينات واضحات حال ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أنا نبعث قل الله يحييكم حين كنتم نطفة ثم يميتكم ثم يجمعكم أحياء إلى يوم القيامة لا ريب شك فيه ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر لا يعلمون الله تبارك وتعالى فقالوا يم مكة هفر بي أي منكر البعث ينكر منكر البعث ينكر بأمنا يقول جنة درنجل بي ما هي أي حياة قرم دعوانيني إلا حياتنا التي في الدنيا سين قرم من الدنيا نموت من ماهي ونحيا من جيدا أي يموت بعض يوغا مايا ويحيا بعض يوغا مويدا لأن يولدوا نبعنية وما يهلكنا ولا كوالكة من إلا الدهر في الزمن أي مرور الزمان سالا بزمن قال تعالى وما لهم بذلك ولنائب المقول بلوام قول ولنائب من علم الأندل إن ما هم من قنائك من إلا يظنون سيبر جكا وإذا تطلع عليهم تجنع ودوم بآياتنا آيات جامين من القرآن قرآن جاء دالتي قرآن جاء آيات كله جاء على قدرتنا باود أمين على البعث مغل بينات الهار آيات ببنقل واضحات حال ما كان حجتهم هجم إلا تتاكون إلا أن قالوا سيبن بيا إيتو غد بآبائنا أبرا بأمين أحيان يتبه إن كنتم تنتك صادقين أن قوندوا أننا من النبأة من أمينته قلوا إيوه الله ألا شر يهيكم كنم يهدفين تون حين كنتم وكثنا فيه نرفا ونرفاجي ثم يميتكم كنم آيان تون ثم يجمعكم إن كان قبوبتا وآيان يتبه إلى يوم القيامة يند درنغل لا ريب فيه ولا سكو هرماري شك فيه ولكن أكثر الناس سكو ولا دوتهم به هم القائلون ويما ما ذكركوا إلا دون لا يعلمون بأن دون ودوجهم بيكونغا ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات والأرض ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يبدل منه يومئذ يخسر المبطلون الكافرون أي يظهر خسرانهم بأن يسيروا إلى النار وترى كل أمة أي أهل دين جاثية على الركب أو مجتمعة كل أمة ترعى إلى كتابها كتاب أعمالها ويقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون أي جزاؤه هذا كتابنا ديوان الحفظة ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ نثبت ونحفظ ما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ودني الله شنيدو لا مؤسما يلسي ويوم تقوم ساعة نيند درنغال درتو يبدل منه يوم إذن نيند من يخسر المبطلون ونو نسقطو أي الكافرون هيفر بي أي يسر وانقت خسرانهم رسلان مبي بأن يسيروا بجاء إلى النار هايته وترالني كل أمة كلا أمة توري أي أهل دينه إن بدينا فو جاسية خفي بألا الركب دو كبي أو مجتمعة من لبو جاسية دو معنى أمة ترفو دو مبتي كل أمة كلا أمة ترفو تدعال الأول إلى كتابها أي كتاب أمالها تريو الكود ماري ويغال له ويبي اليوم هنده تجزون برجة ودن ما كنتم كلتين ودن تعملون ونقوة أي جزاه برجار مودم هذا قول كتابنا دو تريو الأمين ديوان الحفظة ديوان هندي ملائكة ويندو بنو ينطق عليكم نول ودومور بالحق بيقونغا إنا منون كنا من لتكن نستمسه من دون تبتين من دون بندا نثبت من دون تبتين ونحفظ من دون بندا ما كنتم تعملون كلتين وردكوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته جنته ذلك هو الفوز المبين البين الظاهر وأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم تكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين وإذا قيل لكم أيها الكفار إن وعد الله بالبعث حق والساعة للرفق والنصب لا ريب شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ما نظن إلا ظن قال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظن وما نحن بمستيقنين أنها آتية الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا أما بين نؤين بي وعملوا الصالحات كيكود بوطنه ويدخلهم ربهم جومي بناد في رحمته النيماكو جنتي الجنة ماكو ذلك بلوار هو الفوز كان جووني تيني المبين بانقرو أي البين بانقرو الظاهر بانقرو وأما الذين كفروا أما بين هفري بي فيقال لهم ييبي ألم تكن آياتي يلك آياتي أم لتاكنني القرآن تطلى عليكم دون جنجي دومور فاستكبرتم مونتي دون تكبرتم مونتي دون وكنتم لتي دون قوما يمبي مجرمين زنبو بكافرين هيفر بي وإذا قيل لهم إذا قيل تويام لكم أيها الكفار كون بيامون هيفر بي إن وعد الله أن نؤين ألا تنيدو بالباس أمونغ الحق نمغونغ وساعة وساعة بالرف والنسب لا ريب فيها لا شك فيها سك ولا درنغال قال قلتم بيون ما ندري من أن ما ساعة بيون درنغال إن ما نظن سيمن ولاكم من جفكتني إلا ظنن سيجيك قال المبرد إمام مبرد أسله إنه إلا نظن ظننا
wala ko min gikkata ni sey gikketan yani dum yottaaki andal yottaaki andal gam man be bi wodi ko wete wahamu andugo hundina non de woni wodi ko wete seko goddo yikina didi fu foti wada foti wadai wodi ko wete zannu yikina ko yikina gotel do gotel wodi ko wete andal kanju woni latto andal man boro mari daraja kanju be bi kala sima bi adamaajo fu kala sima gon gaabi adamaajo fu dalna dattenirgo goddo yiar buran yigo nanan buran nango wonon buran wolugo wa hakaza idan ha andal bo banni idan wala ko be gikkata sey gikke yani be giha martaba wahabo be giha martaba seko en ha gikke amma be jottaki andal bo wa ma nahnu bil takim mustajirin min yakikinbe annaha dargal gal ajat gar garowa nam wa bada zahara lahum fil akhirah sayiatu ma amilu fid dunya ay jazaoha wa haga nazala bihim ma kanu bihi yastahzi'una ay al azab وقيل اليوم ننساكم ندرككم في النار كما نسيكم لقاء يومكم هذا أي تركتم العمل للقائه وما واكم النار وما لكم من ناصرين نائمين مانئين منها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله القرآن هزوا وغرتكم الحياة الدنيا حتى قلتم لا بعث ولا حساب فاليوم لا يخرجون بالبناء للفاعل وللمفعول منها من النار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومئذ فلله الحمد الوصف بالجميل على وفاء وعده من المكذبين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين خالق ما ذكر والعالم ما سوى الله وجمع وجميع لاختلاف أنواعه ورب بدل وله الكبرياء العظمة في السماوات والأرض حال أي كائنة فيهما وهو العزيز الحكيم تقدم نعم. الله تبارك وتعالى وبدأ لهم أي ظهر لهم وانقني في الآخرة على آخر له سيئات كلمة ما عملكم يقول في الدنيا ها دنيا أي جزاؤها مرجارما ما لها دنيا بلنه كوير نتنبيل بوته أسي جاكت كلمة وهذا به مهني بنظر بهم في رمضة ما كانوا به يستهزئون كبلتنا لنغنشة يا العذاب ينقل وقيل بها اليوم هنده ننساكم من ججتون أي نترككم من أجتون في النار هايت كما نسيتم بننججتون بولقاء فتوك يومكم هذا يندمون ده أي تركتم الأمل وأجنكم للقائه فتوك بين يلده وما واكم مبرد مور النار ييت وما لكم ولنا من ناصرين واللوم مانئين منها هلوم ونالك ييتنجي ذلكم بلواد مولوم بأنكم ونن به اتخذتم ونجوك تكينو آيات الله آيات الله شن القرآن هزو الغنشو وانغرتكم استيون حيات الدنيا قرنم دنيا حتى قلتم هابيل لا بأس ولا أمغل ولا حساب ولا كروسوه فاليوم هنه لا يخرجون بالبناء للفائل والمفعول لا يخرجون بلا يخرجون لا يخرجون كم بالبناء للفائل لا يخرجونه بالبناء للمفعول منها هريتك من النار هريتك ولا هم ننكم بلتاك يستعتبون أن يطلبوا منهم بجمني هنديك مهر أن يرضوا ربهم إن قردنا جومين بالتوبة بيتوب والطاعة يدواري لأنها غم توبوا جندما لا تنفع يومئذ منفرا جندما معنى إذا كنت هندي جلدتون نفتا فلله الحمد يتوري ولني ألا شنيدو الوصف بالجميل hande sifa hande boddo wala wafa'i waadihi hebbingo ina mako fil mukazzibina ha fewnobe jomira o rabbi samawati kan kon jomo samanji wa rabbil ardi jomo lesdi rabbil alamin jomo tage foji fu wali butaggo ma dhikra ko inna wal alam ko ni alam ma si wallah wa jumia li ikhtilafi anwa'ihi mo ba ngam hande noni won fere fere alhabna be jomo muzakkar salim wa yi rabbu badal wala huwa danimo الكبرياء منغو الأزمة منغو في السماوات آسما والأرض يلذي أي حال أي كائنة فيهما منغو تبجن غرفو جنه وهو العزيز كنفون جالدو الحكيم قنيدو أي الذي أور يضع الأشياء غرن نخوجه في مواضيع نخوجه مورو ولا يضع شيئا وتهن إلا كذلك سيبني كما أحكم بنوئني أمره في ماكو ونهيه هلين ماكو وجميع شري مبقل شري ماكو وأحكم مؤمن نزما يقول هذا القرآن قرآن رنده جملا جملا جو آيات لآيات وفواصل لآيات وغايات لكمبه
بعد أن حرر باو رمدي نماني مانا جمورم وتنزيل جبن كمورم سارة قرآن رنالتي موجزا كدي ليدن دي في نزمي جبو دي ماري ومعناه إمان ماري ويدو وهو إلمها الإمام الرازي ابن خطيب الري إذن توني رقر سورة الغنو بديما إن شاء الله إن درفي هردو إن جدت ألا تشندو قولنو إن بلها كبتن iga futam suma hangar en herdo inshallah jango na jari en yonki en lorto to dato suro fu seda kono do mudu tadi alla cello hawfu en bar jari ha ko kawti ni ha ko kettude fu alla cello ya ko en ha ko bof en bof alla cello ya ko en ha ko bof en alla cello do sedi wala ko joini en herdo seda biti go wada go alla cello do wala ko joini en herdo seda biti go aljanna alla cello do jone dunya jo ina en herdo dirrabe jone ledo do toro alla cello wala ne tawen de yande dargal be mbar jari buddum teddugo ha Allah tanido derrabe jafo demgal bi adama jo en wido nandi bada wofrudu yake fere gal waan ala demga wofrudu duro aw warudu duro ndu war hudo yorko be hecco fu to wodi hande mo demgal hande sasi metti bo yafo dum kuje fe oro ha bi adama Allah tanido bi adama innahu kana zaluman jahula bi adama je duda to wada go hore mudum duda majjugojo اندرت هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين